Dear ladies. سيداتي وسادتي أصحاب السعادة، إن التغير المناخي في حلته الأخيرة صار غير مسبوقا، كلنا نستشعر ذلك، ولكن إلى حد الآن فإن انبعاثات غازات الدفيئة تزداد وتصل إلى أقاصي كل سنة، وكذلك تمركز ثاني أكسيد الكربون قد زادت إلى 416 جزءاً من المليون اليوم 50%، بما يزيد عن الحقبة ما قبل التصنيعية. ولذلك فإن الاحترار العالمي قد وصل إلى 1.1 درجة مئوية مقارنة بالحقبة قبل الصناعية. Global warming to near 1.5 degrees. The speed of this warming is rapid and it is unprecedented in more than 2000 years. فريق الترجمة سيتوقف عن الترجمة بسبب وجود موسيقى في الخلفية وتعذر وصول الصوت بشكل جيد. Cycles. But the warming we observe since 1850 is not caused by natural events. It is caused by human activities emitting CO2 and other greenhouse gases, also causing widespread, rapid, and intensifying climate changes across the entire Earth system, which will increase with any additional further warming. وفي كل إقليم من أقاليم العالم صرنا نشهد شدائد جوية، وتزايدت هذه الظواهر الجوية القصوى، والعديد منها ما كان ليطرأ دون هذه التدخلات الإنسانية في التغير المناخي العابرة للقطاعات والأقاليم. فإن الفئات المجتمعية الأهش والنظم الإيكولوجية الأهش تتأثر أيما أثر من هذه التغيرات. إن زيادة هذه الأقاصي قد أدى إلى آثار وهدر وأضرار لا رجعة فيها، إذ نرى أن الأفراد والنظم البيئية يصعب عليهم أن يتكيفوا معها. إذن ما هي المستقبلات الممكنة؟ هذه هي السيناريوهات الخمسة للانبعاثات التي خلصت إليها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ. باللون الأزرق هناك انبعاثات كربونية تقل، وسيناريوهان باللون الأحمر ستستمر الانبعاثات بالتزايد، واللون الأوسط هو الذي يعبر عن الاستقرار، وهذه الإسقاطات الخاصة بالمستقبل. كما ترون فإن في السيناريو الخفيض في الجانب الأيسر فإن الاحترار العالمي سيبقى في حدود درجة ونصف الدرجة، أما في السيناريوهات الأخرى فستزيد درجة الاحترار العالمي، وهذه إشارة قوية لمؤتمر 27. Half degrees. We need to cut CO2 emissions by around 45% by 2030. This is already in 8 years, and they must decline further to achieve net zero by 2050, followed by negative CO2 emissions throughout the rest of the century. Immediate, deep and يعتذر فريق الترجمة مجددا عن انقطاع الترجمة نظرا لرداءة الصوت الذي يصلنا بسبب الموسيقى التي نسمعها في الخلفية. ستعود الترجمة بمجرد تحسن الوضع. What was policies that were implemented by December 2020? Not with COP26 pledges and not with policies currently in place that with no additional action are projected to lead to a global warming of 2.8 degrees. Distinguished Excellencies, this is falling far short of the Paris goals with no credible pathway to 1.5 degree in place. Much stronger mitigation measures are needed to keep warming below 1.5 degrees, even for limiting it to 2 degrees. This demands immediate critical steps to shift societies, economies, and technologies towards net zero emissions across all sectors and all regions. It requires a systematic change, turning away from fossil fuel use, from exploitation of natural resources, and from unsustainable agriculture, forestry, and other land use. The next few years are critical. We have the know-how to take meaningful, more decisive climate actions, creating new economic opportunities for zero carbon technology and conserving, protecting, and restoring ecosystems. Now is the time. Climate scientists around the whole world work together to provide you
With this robust information on climate change and pathways for climate action, comprehensive and long-term observation provide us with unprecedented and compelling information. وهناك معلومات دقيقة حول النظم البيئية وكذلك النماذج الإيكولوجية والبيئية التي تحدثنا عن الاحتماليات البيئية في المستقبل. وبناء على هذه البحوث فإن الهيئة الحكومية الدولية في تقييمها السادس قد وقفت على الأدلة العلمية الأخيرة المرتبطة بتغير المناخ، وإن هذه الأدلة العلمية في مجملها واضحة المعالم، فإن تغير المناخ يعتبر تهديدا حقيقيا للرفاهية الإنسانية وصحة الكوكب، وكافة الأعمال التي تصب في التخفيف والتكيف يمكنها أن تغتنم فرصة ذهبية من أجل تحقيق مستقبل أكثر استدامة للجميع وتجنب هذه الأزمة والكارثة البيئية. علينا أن نغير منظوماتنا في النقل وفي استغلال الموارد والانتقال إلى عملية وطريقة تعاونية مع النظم الإيكولوجية من أجل الحفاظ عنها وعن تنوعها. إذ ذاك يمكننا أن نحدث بيئة تمكن العالم من الاستدامة. إن وقت العمل قد حان هنا في المؤتمر الأطراف 27. إن هذا محفل دولي يضافر جهود كافة الأطراف، كلكم بالعمل جنبا إلى جنب. سيداتي وسادتي أصحاب السعادة، إن اختياراتكم التي ستتخذونها على مدى الأسبوعين القادمين سترخي بظلالها على مستقبل الأجيال الصاعدة، والعالم كله ينتظر منكم الكثير. شكراً.